بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر الرقية بفاتحة الكتاب. قال عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: قال أقبلنا عند النبي أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا على حي من العرب، فقالوا: أعندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. فجاءوا بالمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع وزاقي ثم أتفل، فكأنما نشط، فأعطوني جعلا. فقلت: لا. فقالوا: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: كل. فلعمري من أكل برقية باطلة، لقد أكلت برقية حق. كذا رواه النسائي وأبو داود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر الرقية بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تسمى الشافية، وهي أم القرآن، وإنما سميت أم القرآن لأنها حوت ما حوى عليه القرآن واجتمع عليه القرآن تفصيلا، حوت ذلك إجمالا. فالفاتحة أجملت والقرآن فصل، القرآن كله تفصيل لسورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة الشأن. وفي الصلاة كما هو معلوم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي عظيمة الشأن، وهي أعظم سور القرآن، أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في فضلها وعظيم شأنها كثيرة. ومن شأن هذه السورة وعظيم مكانتها أن لها خاصية عظيمة في الشفاء من الأمراض، وفائدة عظيمة جدا في الشفاء من الأمراض، فهي رقية، فهي رقية. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك أنها رقية. ففاتحة الكتاب رقية، بل هي رقية عظيمة جدا ونافعة، والتداوي بها من الأمراض نافع للغاية المسلم. والآثار التي تتحقق، وهذا ننتبه له معاشر الكرام، الآثار التي تترتب على هذه الرقية وغيرها مثل ما سيأتي قل والله أحد والمعوذتين، تتقاصر وتعجز عقول الناس والأطباء والحذاق عن إدراك كنه ذلك و حقيقة ما يترتب على ذلك. الأدوية التي يتداوى بها الناس يدرك الأطباء نوع فاعليتها ونوع تأثيرها وماذا تفيد في الجسم وماذا تشتمل عليه من الخواص. أما الرقية فهذه شيء آخر، يداوى بها ويستشفى بها من أمور معضلة وأشياء عظيمة، وربما يظن أنها لا يشفى منها،
ثم يكتب الله سبحانه وتعالى الشفاء بها، فهي فوق مدارك الناس وعقولهم، وهي آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا آية من الآيات الدالة على عظيم بركة وحيه وتنزيله وكلامه سبحانه وتعالى. والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه هو سبحانه وتعالى وبين خلقه. قال عن خارجة بن الصلت عن عمه، عمه هو علاقة بن صحار رضي الله عنه صحابي، قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، أتينا على حي من العرب، فقالوا أعندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، فجاءوا بالمعتوه، يعني أصيب بشيء أثر في عقلهم. يقول فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة أو غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل. هذا فيه فائدة تتعلق بالرقية، أن التكرار نافع في رقية المرء لنفسه أو رقيته لغيره، يعني لا يقرأ مرة ويكتفي، بل يقرأ مرة وثانية وثالثة، يقرأ في اليوم أكثر من مرة، يقرأ أيام، ويصبر ويرجو من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحقق في هذا الشفاء. والقراءة لا بد فيها من يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. فأخذ يقرأ عليه فاتحة الكتاب، ما قرأ غيرها، اقتصر عليها 3 أيام غدوة أو غدوة وعشية في الصباح والمساء. يقول أجمع بزاقي ثم أتفل، وهذا التفل بعد القراءة. قال فكأنما نشط، أي من عقال، أو كأنما نشط من عقال. نشط من عقال، هذه الأصل أن البعير إذا كان موثقا بالعقال ثم ارتخى العقال وقد طال جلوسه وانفصل عن يده، فإنه يقوم قومة قوية وينهض نهوضا قويا. فشبه به المريض إذا برئ بعد أن كان المرض قيده وأعاقه عن القيام ثم شفي، فقام قومة نشيطة على إثر الشفاء الذي حصل له، فكأنما نشط من عقال، كأنه بعير حل من عقال. فقال فأعطوني جعلا، الجعل الأجرة على الشيء، فقلت لا، تورع أن يأخذ هذا الجعل الذي أعطوه إياه. فقالوا اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. إذا كان هناك ناس يأكلون أموال الناس برقى باطلة ومحرمة، فأنت الذي أكلته برقية حق لا باطل فيها، لأنك قرأت الفاتحة وكررت قراءتها على هذا المريض حتى شفاه الله سبحانه وتعالى. فقال كل، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل منها، وأن هذا لا حرج فيه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري
أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل فيكم دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من شاء، قال: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل. فأتوهم بالشاء فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك، فقال: ما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم. صحيح، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. صحيح، أخرجه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب إلى آخر الحديث. وهذه قصة أخرى غير الأولى التي جاءت في حديث أو قصة علاقة بن صحار رضي الله عنه. ولهذا قال الحافظ بن حجر في الفتح: الذي يظهر أنهما قصتان، لأن القارئ مختلف، هناك علاقة وهنا أبو سعيد، والحادثة هناك معتوه وهذا لدير، ففيه اختلاف، فهما قصتان. ظاهر السياق فيهما أنهما قصتان وليست قصة واحدة. فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرئوهم، أي لم يقوموا بواجب الضيافة. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فأخذوا يطلبون له علاجا ودواء، فأتوا إلى هؤلاء النفر فقالوا، فطلبوا منهم علاج أو رقية، قالوا: إنكم لم تقرونا، إي لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من شاء، يعني من جمع شات، فقال: فجعل يقرأ، أي أبو سعيد كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل. فبرئ الرجل، فأتوهم بالشاء، وفوا معهم، أتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك فقال: ما أدراك أنها رقية. وهذا موضع الشاهد للترجمة، فضل هذه السورة العظيمة وعظيم بركتها، وأنها رقية شافية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ من القصتين اختلاف نوع المرض الذي استشفي منه بالفاتحة وقراءتها. الأول معتو، في عقله إصابة وخلل ومقيد، ربما كان يفعل أشياء مؤذية ولهذا قيدوه وربطوه، فذهب عن هذا الذي في عقله بهذه القراءة فضل الله سبحانه وتعالى. والآخر سيد هؤلاء القوم كان لديغا وآذاه السم وقعده في مكانه، فأيضا برئ الرجل. في القصة الأولى أيضا قالوا برئ، فهذا فيه أن الفاتحة شفاء وعافية يستشفى بها من أنواع الأمراض. يقرأ المرء على نفسه وينفث بالفاتحة، أو يقرأ
على غيره إن كان غيره مريضا، وقد تقدم معنا بالحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يقرأ بها وينفث. قال: ما أدراك أنها رقية؟ خذوها أي الشاء واضربوا لي فيها بسهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام مؤانسة لهم وطمأنة لهم أنه لا حرج في هذا. ولهذا أيضا جاء في رواية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا فيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأيضا الرقية كما في هذه القصة والتي قبلها، جواز ذلك، وأنه لا حرج على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. ومن الشواهد على ذلك الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، أي جعل صداق المرأة أن يعلمها القرآن ويعلمها شيئا من القرآن أو ما معه من القرآن. فأخذ الأجرة على ذلك لا حرج في ذلك، لكن إن فعله محتسبا راجيا ما عند الله فلا شك أن هذا خير له وأولى. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن جلوس المرء للرقية وأخذ أموال من الناس وتحديد أموال على مقدار الرقية ووقت الرقية، وهذا كله لا يعرف عن السلف. وهذه قصص عارضة، لكن ما يعرف أن أحد من السلف كان يجلس ليس له عمل إلا الرقية، ويأتيه الناس في بيته من كل جهة ويأخذ منهم الأموال على ذلك. هذا ما يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله ورضي عنهم. لكن في مثل حوادث معينة مثل هذه، ويكون وافقت حاجة، لم يضيفوهم وتركهم بدون ضيافة، فقالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فتكون وافقت حاجة. أما أن يتخذ الإنسان هذا مسلكا ويجلس ليس له عمل إلا أن يفتح بابه للناس يأتون من كل مكان ويدفعون له الأموال، هذا لا يعرف عن السلف رحمهم الله.